مرحبا بكم. نفط حقل الجيارة المتفق عليه ضمن جولة التراخيص لعام 2009 أن الإنتاج 120 ألف برميل يوميا، أما الواقع لا يتعدى 30 ألف برميل يوميا. هذه الفروقات في الأرقام باتت تشكل علامة استفهام عما يدور في هذا الحقل وسط صمت حكومي مستغرب، والاستغراب الأكثر انبعاثات غازية تسببت بأمراض سرطانية فقد بسببها عوائل أهالي الجيارة العشرات من أبنائهم، والتي باتت عاجزة عن معالجتهم نتيجة العوز والفقر بعد أن شل الحقل زراعتهم واستولت الشركة المستخرجة للنفط على أراضيهم ولم تنصفهم بتعويض أو عمل. فنسبة العمالة هي الأخرى حالها حال منتوجة لم تصل إلى ربع ما متفق عليه ضمن عقود جولة التراخيص. إذن كل هذا وأكثر ضمن سلسلة حلقاتنا عن إنتاج حقل الجيارة ونقل منتوجه إلى موانئ البصرة، لكن بعد أن نتابع هذا الاستطلاع ولنا عودة. هذه مستشفى الجيارة، احنا يعني نستقبل حالات اختناق مال غاز من وراء هذا الشركة السنغول الأنغولية. يعني قبل 3 أيام توفت بنية بسبب الانبعاثات الغازية، يعني مستمرة هذه، يعني ما أبد. وهذا الشركة ظلمت أهالي القيارة بشكل يعني حيل. يعني اليوم أنت أطلع خارج المنطقة بالليل، أطلع خارج المنطقة وتعال ورا ساعة، أنت راح تشتم الفرق مال الأكسجين، تشتموا ريحة غاز عبر عن غاز. بس احنا اليوم تشبعنا، احنا تسامنا اليوم السبعة السرطانية والأمراض من السبعة، بس انت من خارج الناحية وتعال اليوم للناحية راح تشوف الفرق بالحياة. يعني تشوف الأكسجين، هسه روح للموصل وتعال للناحية بالليل، يعني تقول انا شلون عايش هنا، واللي يجي قريب يقول لك انت شلون عايش هنا. بصراحة الخطر الذي تتعرض له هذه الناحية ويتعرض له أبناء هذه الناحية خطر جسيم. حصلت لدينا عدة حالات يعني مرضية فيما يخص الأمراض الصدرية والتنفسية والأمراض الرئوية، وحصلت حالات وفاة كثيرة. يستعملون طريق سكة القطار أو ينقلون النفط عن طريق قاطرات، عن طريق سكة متهالكة يعني لا تصلح لنقل النفط. يعني حتى في هذه مضرة علينا، يعني لا هم اللي طوروا وسائل نقل النفط اللي عندهم أو فادوا أو طوروا من أسلوب النقل والحقل عندهم، ولا هم اللي فادوا هالمنطقة. حياكم الله من جديد، ونتحدث عن حقل الجيارة ونقل منتوج النفطي ضمن سلسلة حلقاتنا المتواصلة. في الحقيقة الحديث عن إنتاج حقل الجيارة من قبل الشركة الأنغولية ونقله إلى موانئ البصرة بصراحة صار سلسلة من الحلقات، وحاليا بدأ الحراك واضحا لدى الحكومة المحلية في نينوى وأيضا من قبل مجلس المحافظة. طبعا إذا نتحدث عن هذا الموضوع مخالفات، يعني تحس على أنه بعض العقود بها التواء، البعض يحذر، البعض يقول يا بأكو مخالفة، لكن هناك صمت عجيب، وبالتالي تحس على أنه في الموضوع نوعا ما أحد مستفاد، أكو ابتزاز مالي، أكو منفعة مالية، أكو تعيينات، كل هذا على جانب، بس حق الناس وحق الأهالي والمال العام هذا ما بي. هذا حديث ثابت يحتاج إلى متابعة من قبل الجهات الرقابية وأيضا من قبل الجهات الحكومية. زين، نروح على قضية المخالفات متفقين عليها والآن أكو متابعة، لكن نروح إلى قضية حق الأهالي. المفترض أكو منافع اجتماعية، وهاي المنافع الاجتماعية تدر أموال على الناس بقضية إنشاء مدارس، مراكز صحية، يعني تخلق من الجيارة مدينة أخرى. لكن الموضوع وين صار؟ صار انبعاثات غازية وبالتالي سبب أمراض سرطانية، وبما أنه ماكو عمل أصلاً بهذه الناحية أو اللي صارت قضاء بالأحرى، ماكو عمل، صار الموضوع على أنه الابن يبي سرطان. يعني بصراحة موضوع أولاً مخيف للأهالي،
حزين، يعني احنا من يمنا نتألم على هذا الموضوع، فبالتالي ماكو مال وين يعالج، لا اكو مركز، لا اكو مستشفى، يبقى مثل ما هو بالتالي توفى. وهذا الحديث صار بعشرات الحالات اللي راحت الى رحمة الله بسبب الانبعاثات الغازية. الموضوع وين راح؟ راح الى قضية استقطاع الاراضي. استغلوا انه الناس بايام داعش هاجرت اراضيها، وبالتالي بدأت القوات الامنية تحرر هذه الاراضي، بس ما رجعت لقيت انه متقدمة مسافة، تحدثون على انه عشرات الكيلومترات، هسه ما اعرف الرقم الدقيق، لكن اليوم صار حديث واضح من قبل الحكومة المحلية في محافظة نينوى، وتقول هذه الشركة مخالفة ضمن نقاط معينة، او بالاحرى ضمن عدة نقاط. خلونا نتابع حديث المحافظ ولنا عودة. بالنسبة للشركة الأنغولية، نعم هي شركة متلكئة، ولدينا العديد من الملاحظات على هذه الشركة، حتى لحد الآن لم تقوم بتقديم أي خدمات من المناطق الاجتماعية لمناطق القيارة، وبالتالي هناك نية للتعاقد مع شركات أخرى فيما يخص حقل النجمة، وأيضا ببناء مصفى آخر، حتى نريد الهدف من ذلك. نحن عازمون على تحويل نينوى إلى شركة نفطية. بعد حديث الحكومة المحلية ابتداء من المحافظ ولجنة الطاقة، يعني صار الفكرة واضحة، حكومة محلية في محافظة نينوى تعترض على عمل الشركة الأنغولية، وتقول هذه الشركة سببت بخسائر مرة بالأرواح ومرة بالأموال. الأموال استقطاع أراضي دون تعويض، والأرواح وباء، أمراض وبائية، أمراض سرطانية. المشكلة أنه ماكو أحد يحاسب، المشكلة أنه ماكو أحد يحاسب. البرلمان اتخذ خطوة عن طريق لجنة النفط والغاز النيابية، لكن سنة من 21/2/2023 كتابهم رفعوه لليوم ما عرفنا هذا الكتاب ميت عدل لا رحمة الله. هسه كل هذا بكفة. أتحدث عن موضوع ما ينسكت عنه، اللي هو قضية التهريب. أنت من أوكي كملت العقد ومنفع للعراق، هسه بغض النظر عن المخالفات، بس هذا العقد تسبب بعمليات تهريب، وهذا التهريب جاي يتحدثون شهود عيان عنه. والأكثر من هذا أنه لحد هاي اللحظة ما شفنا حراك حكومي يقول يابا هذا كلام الشهود اللي عرضوه بعد التحري يحتاج لوقفة. هسه إذا احنا كلامنا مو دقيق، روحوا تابعوا من البصرة، شوفوا النفط اللي جاي يوصل وفق الكميات الحقيقية، وإذا وفق الكميات الحقيقية شلون جاي يطلع هذا النفط ويسرب إلى محافظات أخرى ويعبر إلى دول أخرى. وهذا الحديث مو فقط حكي بيه، لا حتى حكوا على مستوى خبراء اقتصاد ونفط. وأكد كلامي وأقول إحنا ما راح موضوع التهريب نسكت عنه الحد ما ينتهي، وأكرر نذكر لعله تنفع الذكرى. شباب عرضونا حديث أحد الشواهد عن عمليات التهريب، ولنا عودة في الحديث مع ضيوفنا. أنت وصلت للميناء البصرة، أيه. شو تسوي هناك؟ هو رحنا هناك، وصلت هناك، وصلنا فرغوا مثلا نص الغاز. نفس الميناء يفرغون نفس مكان ثاني؟ لا هو نفس الميناء عندهم مكان هم، ايه ها، هي منطقة لهم خاصة. شو اسم هاي المنطقة؟ اسمها القزيزة. القزيزة، اعطيتهم نص؟ اعطيتهم نص. والحمولة مالتك نفسها وين توديها؟ جبتها من القيارة، وين توديها؟ الحمولة من القيارة؟ ايه، وديتها البصرة؟ اي. داوروها رتبوها، مثل وين طوني محوري انطلق وين، مثل قالوا الموصل، رحت الموصل. زين والبصرة ما سلمهم اهل الميناء؟ ما سلمهم. ليش هاي؟ متفقوا يا بعيناني مسلمة. حياكم الله من جديد مشاهدينا، وارحب بضيفي رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى احمد عبد ربه جبوري. مرحبا بك وحياك الله في بعد التحري، وأنت في محترق جديد مجلس محافظة نينوى. أولاً أهنيك على هذا المنصب، وبالتالي أكيد هو في خدمة أهلك وناسك.
جناب الشيخ، حديثنا عن حقل القيارة. حقل القيارة هي تركة سابقة، الآن هي أمام مجلس محافظة نينوى. خلي أبدي بصورة عامة من خلال يعني عملكم على مدار هاي الأشهر السابقة وإطلاعك على عمل الشركة الأنغولية أو على حقل القيارة بصورة عامة، ما هو انطباعك عن عمل الشركة الأنغولية وإنتاج حقل القيارة المفترض اللي هو يصل إلى 120 ألف برميل يومياً؟ أولاً تحية لك والكادر قناتكم الكريم والمشاهديكم الكرام. حياك الله. مثل ما ذكر جنابك الكريم بأنه إحنا كمجلس محافظة صار لنا أشهر، يعني ما صار لنا فترة طويلة حتى نعرف السوابق اللي موجودة مع الشركة. وتعلم جنابك والمشاهد الكريم يعلم بأنه النفط وزارة سيادية، العقود النفطية دائما تكون من بغداد حصرا، يعني مجلس المحافظة أو ديوان المحافظة ما يتدخل بعض الأمور، لكن واجبنا إحنا كمجلس محافظة هو الرقابي، وإذا شفنا فت خلل إحنا واجبنا نكتب للجهات المعنية. الشركة الأنغولية معروفة أنه تعاقدت يمكن 2012 أو قبل 2012 مع الدولة، لكن عملها متلكئ جدا. هناك انبعاثات، هناك غازات سامة تضرب المواطن القريب في منطقة القيارة. الحقيقة أنا تواصلت مع المنطقة، وفي حينها كنت ناوي أزور المنطقة، لكن حبيت أنه أتواصل مع الجهات المعنية في بغداد أول مرة، وبعدها أروح حتى أعرف دوري بالضبط إيش راح يكون، من أقدر أحكي أتفاهم معهم. قبل لا أدخل قضية الانبعاثات شيخنا، خلي أدخل بموضوع أول مرة، هو الانطباع أنه كان المفترض الإنتاج 120 ألف برميل يومين، لليوم هي ما واصلة إلى 30 ألف برميل يومين، هذا يلبي طموح الحكومة المحلية باعتبار هي ساعية إلى إقامة شركة نفط والوصول إلى أكثر من 100 ألف برميل حتى تكون لكم شركة وبها منافع اجتماعية وبالتالي عمال لأبنائكم؟ أكيد ما يلبي هذا الطموح ولا يلبي خلينا نقول رغبة المواطن العراقي والمواطن الموصلي خصوصا. وأنا حسب معلوماتي أنه بغداد تعتبر نينوى غير نفطية، مع العلم هي نينوى نفطية للعلم، لو كانت هذه الشركة واصلة 120 يمكن وغير موقع يصل أيضا هذا راح تكون نينوى نفطية. إحنا قلت لك هذا سبب التلكؤ، عدم الرقابة، غياب الرقابة في محافظة نينوى أدى إلى تلكؤ الشركة. وإحنا راح نسعى دورنا أنه نفاتح الجهات المعنية، الأمان العام للزراعة، البرلمان العراقي، وزارة النفط بهذا الخصوص، ونشرح لهم التلكؤ اللي حاصل من قبل الشركة. طيب نوع التلكؤ يعني على حد اطلاعك وأنت اليوم رئيس لجنة الطاقة، هل هو تلكؤ بسبب الأساليب البدائية، عدم وجود أساليب حديثة، شنو التلكؤ هذا نوعه؟ الحقيقة أنا ما وقفت على سبب التلكؤ بالضبط حتى لا أكون، لأنه لازم أنا من أتكلم لازم يكون كلامي دقيق 100%. بس اللي أعرفه أنه حسب ما قلت لك، حسب ما الكلام اللي يصلني بأنه لا زالوا على الأساليب القديمة فعلا، يعني من ضمنها هو استخدامهم الأساليب القديمة، يعني استخراج النفط واستخراج الغاز لا زال على الأساليب القديمة اللي ما قبل 2013. طيب خلي أجي على قضية الآن أضرار أهالي القيارة بصورة خاصة وأهالي نينوى بصورة عامة. نجيها أول مرة الانبعاثات الغازية، المفترض أكو يعني أساليب تمنع هذه الانبعاثات الغازية وعدم تسبب بحالات وبائية وأمراض سرطانية. الحديث عن وجود عشرات الحالات في القيارة، هل تم يعني الوقوف على هذه الحالات فعلا أمراض سرطانية؟ أكو نية لدى مجلس المحافظة ومحافظ نينوى بالتحرك حول هذا الموضوع والوقوف على معالجة، إنشاء مراكز صحية، محاسبة الشركة قانونيا؟ طبعا هذا الموضوع أنا تابعته شخصيا، هاي مع التلوث البيئي اللي حاصل من هاي الشركة. اللي توصلت إلى بأنه بالسنوات السابقة كان التلوث أكثر من هاي السنوات الأخيرة، يعني 17 18 19 20 كان موجود تلوث أكثر من هذا الفترة الحالية. أسباب التلوث هو طبعا عدم احتراق الغاز، عدم الاحتراق. أكو مواقع يستخرجون النفط ويخرج الغاز بدون ما يحترق، هنا هذا هو الغاز اللي يولد الانبعاثات والغازات السامة،
اللي تؤدي بأمراض سرطانية أمراض أخرى للمواطن القريب اللي ساكن المنطقة. طيب. اليوم يعني اللي توصلت إلى بأنه أكو مواقع دا يعالجونها في سبيل أنه يكون احتراق حتى ما تطلع الغازات وتعم المنطقة وتأثر على المواطن، لكن مع هذا هي نسبة قليلة جدا، يعني مو ذاك المستوى المطلوب من معالجة، يعني قد لا تتجاوز 30-40% المعالجة. فإحنا قلت لك إحنا إن شاء الله ماضينا أنه نفاتح الجهات المعنية بخصوص هاي الشركة، إما تفسخ العقد وإما تكون عملها سليم 100% وضمن المواصفات المطلوبة عالميا. طيب، باعتبار أنتم الآن أمام تركة سابقة، يعني هذا مو ذنبكم ولا أنتم متسببين به، ممكن يعني الحكومات السابقة والبرلمانيين اللي عدم وجود رقابة. قلت لي 17 و18 19 و20 كان يعني عمليات التلوث البيئي كبيرة. طيب، هل سيتم محاسبة هذه الشركة وفق القانون من قبلكم كجهة رقابية على ما تسببت بأمراض سرطانية وتعويض الأهالي، دفع مبالغ، إنشاء مراكز إلى آخره؟ احنا ما عندنا السلطة او الصلاحية حتى نحاسب الشركة، لأن ذكرت لك سابقا بانه هاي الشركة يكون العقد مالها مع بغداد، مع وزارة النفط او شوف الجهة المخولة، لانه النفط تعتبر وزارة سيادية. احنا واجبنا انه نرفع كتاب للأمانة العامة والوزارة النفط والبرلمان، نعلمهم بانه الاضرار اللي سببتها هاي الشركة 1-2-3، نقدر نطالب من خلال المفاتحة مالتنا انه نطالب بالتعويضات للأهالي اللي ضرروا من هذا الشركة. اما كمحاسبة احنا ما نقدر نحاسبهم. طيب، يعني القانون ما يسمح لنا انه نحاسب، القانون يسمح لنا. يعني اقصد رايحين تفاتحون الجهات الرقابية والقانونية؟ اكيد اكيد اكيد، نعم، على كلامك 100%. المحاسبة راح تكون عن طريق الجهات المعنية اللي مختصة بهذا الموضوع. طيب، اروح الى موضوع اخر اللي هو استقطاع الاراضي. بصراحة يعني كثير ما اشتكوا أهالي القيارة على أنه تم استقطاع أراضي زراعية وبالتالي لم يتم تعويضهم عن هذا الاستقطاع. ما هو دور الحكومة المحلية؟ هذه الأراضي هي تابعة لكم أنتم كحكومة محلية وبالتالي دول أبنائكم. صحيح، قلت لك هي من ضمن هذه أيضا راح نذكرها، لأنه حسب اللي توصلت إلى أنه الشركة مسوي سياج، مو سياج للشركة نفسها، مسوين سياج أمني، يعني أكثر من أنه سياج للشركة، سياج أمني، وماخذ تقريبا يعني مسافات مو قليلة من القيارة، من المناطق الأخرى اللي محاذية للقيارة وقريب من القيارة. يعني هذه أراضي زراعية ملك للمواطن، استقطعوها بدون وجه حق، فأيضا هذه راح تنذكر من ضمن الكتاب اللي راح يرفع للجهات المعنية للأمان العامة، البرلمان، وزارة النفط. أكيد إحنا هذه الأمور كلها ما نسكت عنها. طيب، يعني على حد علمك كم هذه المساحات المستقطعة حاليا؟ يعني البارحة يعني شخص حكالي يعني قال لي 16-17 كيلو، لا يعني إذا ما أشوفه بعيني ما أقدر. أنا البارحة كنت أتناقش ويا شخص أيضا قريب من المنطقة، قال لي مساحة كبيرة هذه الشيخ، مساحة كبيرة، يعني هذا تمادي. اي لا مو قلت لك هي المساحة اكثر من هذا، انا يعني متاكد اكثر من هذا المساحة. المسافة يعني مساحة 16-17 كيلو، لا انا يعني متاكد اكثر يمكن. طيب، هذول ما تم تعويضهم كمبالغ مالية تشغيل؟ لا ما تم تعويضهم. حتى عمال من المنطقة يعني على عد يعني نعدون يعني عمال من المنطقة، المفروض انه الشركات اللي تجي بالمنطقة أول ما تختار العمال من أهالي المنطقة. يعني حتى أهالي المنطقة يشكون أنه حتى العمال نسبة قليلة جدا تكاد لا تصل إلى 5%. طيب، أنا أروح لنسبة العمالة، بس خليني بقضية الأراضي. الأراضي هي موضوع شوية مهم على اعتبار هي ملكيتها إلى الفلاحين. هذول اللي استولوا على هذه الأراضي بالقوة، كيف ما أنا فلاح واليوم عندي أرض وبيت، يعني ما أعرف كيف تمت السيطرة من خلال اطلاعك وتواصلك مع الناس، كيف تمت السيطرة على هذه الأراضي؟ أستاذ العزيز، الكل يعرف أنه محافظة نينوى خرجت من احتلال عصابات داعش الإرهابية. المواطن لا زال، إحنا في محافظة نينوى لا زال تحت وطأة القانون 4 إرهاب. يعني أي مواطن هسه إذا يعترض على جهة أمنية، جهة قوية، جهة لها سلطة لها نفوذ، رأسا يهددون بموضوع 4 إرهاب. حتى على حقه المواطن، حتى على حتى مواطن، يعني الناس تخاف، يعني حتى إذا ما صار هذا الحالة المواطن هنا في نينوى يخاف على نفسه بصراحة.
لانه يقول لك انا راسا باكر يتبلون عليه يقول لك هذا ارهابي. احنا هذا الموضوع يعني هذا الموضوع شائك وموضوع عقيم. يعني قلت لك يخاف من الجهه اللي تجي، يخاف من جهه مسلحه، يخاف. لا زال المواطن النوائي بعد متردد انه يواجه على حقه او يقول انه هذا حقي راح او انسلب، يريد يعني يدور الامان، يدور الستر. طيب فهذا اكيد الشركه هذه ما جايه واحد، هاي الشركه اكيد وراها يعني جهات اخرى. انا في هذا الموضوع تحديدا ما وراء هذه الشركه، لكن خلينا جناب الشيخ نروح الى فاصل ومن ثم ارجع لك بالحديث. فاصل ومن ثم نواصل. أرحب بكم مرة أخرى وأرحب بضيفي عبر سكايب رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى أحمد عبد رب الجبوري. جناب الشيخ، تحدثنا قبل الفاصل عن الشركة وربما هناك من يقف وراءها، وبالتالي هذا الاستيلاء على الأراضي والتمادي على حقوق نينوى وعلى أبناء نينوى اللي مفترض اليوم تكون تتمتع بعمالة ومنافع اجتماعية وأيضا يعني جو بيئي. هذه المدينة الجميلة أم الربيعين اليوم صارت هاي مناطق ملوثة، يعني هذه الجهات منو على حد علمك؟ يعني جهات سياسية، عصابات، جهات متنفذة؟ أنا صح ممكن أحرجك، بس هو أبنائك وأهلك يردون عندك جواب شافي حتى نوقف على الحقيقة والجهات الرقابية تسمعنا أيضا. صدقني يعني ما أخاف إن شاء الله وما تحرجني. هذا أمنا بيكم، ثق بالله لو أعرف الجهة لا أذكرها قدامك وقدام الناس، بس أكيد هي جهة سياسية، يعني متأكد منها 100% جهة سياسية. أما يعني منو هي الجهة بالضبط ما أعرف، لأنه لا صدق أكو مشروع ضخم بالعراق يمضي بسلاسة وبشفافية، لازم تكون جهة سياسية وراء أو جهة مسلحة. هذا اللي عرفناه وشفناه ودنا نلمسه بعيننا. شنو منفعتها يعني شيخنا؟ شنو منفعتها؟ مال منفعتها؟ أكيد هو المال طبعاً. الشركة منتجي طبعاً مال، مو سواد عيوني يعني ولا سواد عيون أهل محافظة نينوى، المنفعة الشخصية. فلو أعرف الشركة لأسميها باسمها، لأنه ما يعني أنت على شنو تخاف بعد؟ ما طيب. عندك شيء تخاف عليه؟ على حد الخوف شيخنا بصراحة احنا سوينا سلسلة حلقات متواصلة عن حقل القيارة. انا ما اخفيك سر، يعني انت اول شخصية حكومية تظهر من نينوى معانا في هذا الموضوع. اغلب السادة النواب حدثنا وياهم يتجنبون الموضوع حتى على مستوى شخصيات محلية. برأيك يعني هذا التجنب في الحديث عن حقل القيارة، هل هو فعلا خوف من هذه الجهة السياسية اللي هي وراء الشركة، لو ثمة منافع تمنع هؤلاء من الحديث بصراحة؟ حسب الشخصية اللي أنت ردت تستضيفه ورفض، ما أعرف الشخصية لأنه هو أعضاء البرلمان بالعشرة. إذا الشخصية ايه؟ كانت قريبة من القاطع أكيد يعني راح يتجنب، لأنه تدري راح يكون قريب من الجهة وقريب من الشركة، واحتمال هو يعني تلقاه مثلا عنده تواصل وياهم، فما يريد يحرج نفسه ويحرج الشركة. أما إذا نواب من خارج المنطقة لا، المفروض ويكون عنده علم بالموضوع، المفروض لا يطلع ويحكي، لأنه ماكو داعي يسكت. بصراحة ما أخفيك سمعت حديث على أنه هناك تهديد بالسلاح في بعض الأحيان إلى الشخصيات الحكومية من أبناء نينوى اللي هم عندهم نية يدافعون عن حقوق أبنائهم. ما اللي حد راني ما صار معي هذا الشيء والحمد لله. يعني أنا أنطيك دليل بسيط، أنه أنا حاربت قبل 4-5 أيام حاربت المولدات، اللي هي المولدات تدري يعني فشيء مهين يعني للأمانة، وشفت أنه أكو تلاعب بالأسعار وصارت ضجة في محافظة نينوى، ويمكن حتى الفيديو دزولي يعني من البصرة ومن بغداد. فما أخاف، ولا أحد هددني ولا أحد أبد نهائيا بصراحة، ما شفت هذا الشيء. طيب هناك حديث عن نسبة العمالة في حقل القيارة مفترض تكون وفق العقد 60% باعتبار هم أبناء القيارة أولا وثم أبناء نينوى، وفق العمالة سواء خدمات إدارة، وبالتالي احتياج الاختصاصات الخاصة لازم يحتاج لها من خارج المحافظات. الآن لحد الآن نسبة العمالة ما موجودة بالمستوى المطلوب، شو تسمي يعني هذا؟ قلت لك يجوز 5%، يجوز ماكو 5%، يجوز 5% ماكو يعني فقط؟ يجوز يعني 5-10% ماكو، واصحاب الواسطات 5 أو 10% اصحاب الواسطات، يعني يجوز تلقى لك 2% مواسطة، اما البقيه واسطات. احنا مقررين وعازمين من خلالك من خلال قناتكم الكريمه، راح اقول لكم اياها شخصيا من عندي انا، هذه الدوره في مجلس محافظه نينوى تختلف عن الدورات السابقه، دوره شبابيه، دوره نشطه، دوره لها
عندهم اغلبهم عندهم خلينا نقول سند في بغداد، عندهم نواب اللي يساندهم نواب، فما يخافوا من اي شيء، وعازمين على انه نحارب الفساد في كل مفاصله في محافظه نينوى عامه. طيب وانا شخصيا احمد العبد ربه مقرر 1000% مو 100% انه احارب الفساد وين ما يكون. اذا كنت على هذا على هذا المنوال الله محيي اصلك، واحنا بالعكس وياك داعمين لهذا الموضوع ونعم منكم. طيب اروح الموضوع قضيه نقل نفط الجياره من الجياره لاخر العراق البصره، هاي انت عندك معلومه عنها تمام؟ زين مو 100%. هو السؤال منو اقرب للموصل؟ مو مفترض يعني ينتقل الى جيهان تركيا وبالتالي او مد شبكه انابيب؟ ليش هذه العمليه اللي انا اسميها عمليه يعني التوائيه؟ حقيقة ما عندي معلومة كاملة عن هذا الموضوع، ولهذا السبب ما راح أقدر أجاوبك 100% لأنه ما عندي المعلومة الكافية. قناعتكم كمجلس محافظة لازم مو أنت لا تنسى أني صح رئيس لجنة الطاقة، رئيس لجنة الطاقة ما صار لي شهر زمان. طيب يعني احنا من بدينا صح المجلس قديم لكن اللجان ما كانت مفعلة، يعني لجنة الطاقة صار لي شهر زمان، وتدري وزارتين مو وزارة واحدة اللي هي الكهرباء والنفط. أنا أول ما استلمت الكهرباء يعني الكهرباء دوخوني، بعدني النفط ما حيل حيل دوخوني شوية شوية يعني ما تعمقت وياهم حيل، لسه الكهرباء لا تعمقت وياهم بس بقت النفط أنه أتوجه للنفط مرة بس بقت بالنينوى وأكيد عندك أكيد يعني أكيد أكيد بس قلت لك المعلومة الكافية والله لو عندي أجاوبك. زين خلي أروح أتحدث وياك بصراحة ما دام اليوم تكاشفنا. يقولون أهالي نينوى وتحديدا أهالي القيارة أنه بعض دائم المسؤولين دائما متكاشف مع دائما مو بس اليوم إن شاء الله، يقولون على أنه بعض المسؤولين اتغاضوا أو سكتوا بالحديث عن حقل القيارة لوجود يا أما يعني عمل داخل الشركة لهم كشركات أو نسبة عمالة مثل صديق فلان من جهة فلان من حزب فلان من أقارب فلان. هذا الكلام أهالي نينوى اليوم يوجهونه لكم أنتم كمسؤولين، كيف تجاوبون عليه؟ أنا مع كلام المواطن 100% طبعاً، لأنه لو ما المواطن ما سامع الشيء ما يحكي حكاية مو صحيح. فأكيد لكن ما نقول الكل، ما نشمل الكل، ما نقول كل المسؤولين، بعض المسؤولين أكيد يعني أكيد موجودة هذه الحالة أكيد موجودة. لا أكيد موجودة. طيب بالموصل وبالبصرة وبالعمارة وبغداد لو رصدت من قبل مجلس المحافظة سيتم محاسبة المسؤول نفسه؟ أكيد، واني اول واحد قدامك وقدام الاعلام اول واحد اكتب كتاب واذكر اسمه ايضا. طيب في سؤال اخير حتى ما اخرك شيخنا، بصراحه عمليات التهريب تصير وهذا الشيء مو انا اللي احكي، عندنا شواهد تحدثوا في هذا البرنامج وكذلك نفسهم اهالي القيار وهاي نينوى. هذا التهريب اللي جاي يصير الخلل وين مالته؟ بسبب عدم وجود رقابه امنيه اللي هو اكو اتفاق تحت الكواليس للتهريب؟ لا 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 مو اتفاق وانما خوف. خوف منين؟ خوف من الجهات الرقابية خصوصاً الأمنية، مو الكل. يعني إحنا حتى لا نظلم، يجوز أكو ضباط أو أمر فوج أو كذا مثلاً شرطة النفط خلينا نقول على سبيل المثال أو غيرها وغيرها، إذا يجي الأمر من الأعلى منه ما راح يقدر يتحرك. فأكيد أكو خوف، أكو ما نقول تعاون يعني نقول متفقين لا، بس اكو الخوف يخليه يبتعد لانه يعني الشركه ما يعرف من وراها من بظهرها. يعني تقصد هناك جهات عليا تؤمر بعض الافراد بالجهات الامنيه انه غض النظر عن هذا السر الماشي يعني السيارة. يعني مو شغله شراكه وانما شلون المصريين يقول بعد عن الشر وغني له. يعني ما يريد يدخل بشكالات، مو شغله انه شراكه او شغله اتفاق لا، وانما يريد يعني يقول لك يعني ادخل بشكالات واتورط وما ادري. تقصد هاي الجهات العليا هي نفس الجهه السياسيه اللي ورا الشركه؟ ما اقدر اجزم انه هي نفسها، لكن اقول لك اياها انه دائما احنا بصوره عامه ترى طبيعتنا احنا مو بس الجهات الامنيه، احنا كبشر وكعراقيين اغلبنا نتجنب المشاكل. يقول لك معود شو لي علاقه؟ يعني خاف يقول لك اورط نفسي، ليش اورط نفسي؟ فيقول لك انا معليش اورط. بس انتم اليوم بعد مسؤولين امامهم نفس. اليوم انتم امامهم كمسؤولين قطع. يقول خلني قاعد وما اتورط. انتم اليوم كمسؤولين خلاص ما بيها بعد خوف، اكو نيه لمحاربه هذا التهريب؟ انا يعني ذكرت لك قلت لك انه هذا مجلس محافظه عازم على محاربه الفساد ايا كان، وهذا المجلس قلت لك عنده الأغلبية المجلس أغلبية أعضاء المجلس عندهم سند في بغداد، فأكيد ما يخاف.
إن شاء الله. أتمنى لكم الموفقية. أشكرك شكرا جزيلا رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى أحمد عبد رب الجبوري، شكرا جزيلا لك. أرحب بكم مجددا مشاهدينا، وأرحب مرة أخرى بضيفي أستاذ القانون العام صفاء الشمري. مرحبا بك وحياك الله في بعد التحري عقد الشركة الأنغولية ضمن جولة التراخيص. أكيد إذا طلعت على هذا القانون أو العقد بالأحرى، كيف تقيم هذا العقد من الجانب القانوني؟ هل كان أيضا ببنود رصينة تحمي حقوق المواطن العراقي وبالتالي تدر المنفعة للدولة والحكومة؟ في التراتبية القانونية يبدأ القاعدة القانونية من الدستور نزولا، فالدستور نص على أنه النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي. طيب. فبالتالي وزارة النفط ممثلة بالشركات النفطية سواء النفط الشمالي أو النفط الجنوبي أو الوسط، وهنا نقصد شركة نفط الشمال، هي وكيل وممثل للشعب العراقي في إدارة المنظومة النفطية في هذا الاتجاه. فعندما أبرمت العقد مع الشركة الأنغولية في عام 2009 هو لغرض تطوير حقلين، حقل القيارة وحقل نجمة. طيب. حتى نصل بطاقة إنتاجية 110 إلى 120 في كل حقل من الحقول. طيب. لاحظنا أنه طيل الفترة من 2009 إلى 2014 عندما دخلت عصابات داعش الإرهابية وسيطرت على المناطق في حقل القيارة بالتحديد، أنها لم تقم بأي عملية تطويرية أو تحديثيا أو حتى عملية حفر أبار جديدة طيل هذه الفترة، وبالتالي تلكأت في الكثير وتحججت بالكثير من الأمور لضعف. إلى عام 2018 عادت الشركة نفسها وقالت أن العقد نرسلي ولكن الوضع الأمني لم يكن مستقرا، وثم بدأت بالعمل حقيقة في عام 2020. طيل هذه الفترة نلاحظ أن الشركة الأنغولية لم تقم بتطوير الحقول، لم تقم بزيادة الإنتاج طيل هذه الفترة، لم تقم بحفر آبار جديدة وفق التعاقد الموجود، لم تقم بزيادة الطاقة الإنتاجية. طيب. بل بالعكس من ذلك، قامت بإبرام عقد، وأعتقد أنه هو محور حديثكم في هذه الحلقة، بإبرام عقد لنقل المنتجات التي كان الحقل أيضا ينتجها من النفط الخام في هذه الفترة. الجزء الثاني خليني في موضوع الشركة الأنغولية الآن وفق تحدثت به، هل من واجب وليس من متابع، من واجب وزارة النفط وفق القانون بعد تلكؤ الشركة الأنغولية وفق السنوات اللي ذكرناها 14 18 20 أن تعدل أو تغير الشركة أو تفسخ العقد؟ لا، هي باتجاهات كان المفروض عليها أن تتخذ إجراءات قانونية بحق هذه الشركة سابقا. نعم، طيلة الفترة تعرف أنه إذا لم تقم الشركة حسب اطلاع العقد، إذا لم تقم الشركة بالقيام بالأعمال التي أنيطت بها بموجب العقد خلال سنتين من تاريخ التعاقد، كان على وزارة النفط أن تفسخ هذا العقد وتحمل هذه الشركة الغرامات عما فاتنا من ربح وما لحقنا من خسارة وفق القوانين العراقية. لكن للأسف سكوت وزارة النفط، ولا نعلم لماذا طيل تلك الفترة، بل أن السلطة التشريعية قد أشرت هذه المخالفات على وزارة النفط، ولماذا عادت وزارة النفط ومنحت ذات الشركة التمديدات في العقد وسمحت لها بممارسة أعمالها على الرغم من إخفاقها. طيب. الدرجة الأولى هسه ما أدري، هو القانون فضفاض، لو ما أعرف يعني المسؤول ما يعرف واجباته، إذا مسؤول ما يحاسب وفق القانون مثل ما تفضلت، مفروض الوزراء السابقين على وفق ما موجود من تلكؤ وأخطاء بالشركة الأنغولية يحاسب من قبل وزير النفط، هسه مرة بالإنذار، مرة بالعقوبة، مرة بالزيارة، مرة بتوجه إلى جهة رقابية، لكن على مدار الحكومات السابقة وتحديدا وزارة النفط ما حاسبت قانونيا، يحاسب الوزير السابق بعدم أداء واجباته القانونية؟ القانون العراقي لا يعطي حصانة لأي مسؤول سواء كان أثناء الخدمة أو خارجها بالدرجة الأولى. ثانيا، المحاسبة للأسف أنه لأنه نظامنا نظام برلماني، فبالتالي المحاصصة الحزبية التي مسيطرة على الوزارة، نلاحظ أن الوزير دائما يكون محصنا من الجهة السياسية التي يتبعها. طيب. لاحظنا خلال العام 22 صعودا أن هنالك تحركات من قبل الجهات الرقابية سواء هيئة النزاهة والسلطة القضائية باتجاه حتى الوزارة الحالية، لكن هذه المتابعات لم تكن بالمعنى
أو بالطموح الذي يطمح المواطن العراقي في استرداد الأموال التي ممكن أنه ذهبت نتيجة جهلا أو تجاهلا في إبرام العقود بالأخص عقود جولات التراخيص. طيب كان حديث مؤخر إلى السيد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل تحدث عن الشركة الأنغولية عرض أمام جنابك ومن ثم نعلق. شباب عرضوا لنا حديث محافظ نينوى ومن ثم لنا عودة. بالنسبة للشركة الأنغولية نعم هي شركة متلكية ولدينا العديد من الملاحظات على هذه الشركة. حتى لحد الآن لم تقوم بتقديم أي خدمات من المنافع الاجتماعية لمناطق القيارة، وبالتالي هناك نية للتعاقد مع شركات أخرى فيما يخص حقل النجمة وأيضا ببناء مصفى آخر. حتى نريد الهدف من ذلك، نحن عازمون على تحويل نينوى إلى شركة نفطية. أنا أفقه بالقانون على أنه ليس من حق المحافظ أن يحاسب الشركة باعتبار هي مركزية أو اتحادية تابعة إلى وزارة النفط، لكن أتحدث على قضية المنافع الاجتماعية تحديدا. اليوم أهالي نينوى وتحديدا أهالي القيار وفق البنود العقد لهم منافع اجتماعية، لحد هاي اللحظة ماكو منافع اجتماعية، هل تسجل مخالفة قانونية على الشركة الأنغولية؟ طبعا الأخ المحافظ قفز بعدة اتجاهات هي خارج نطاق اختصاصه نهائيا. طيب هو ابتداء يجب أن يطالب بحصة المحافظة من الإنتاج للبراميل النفطية التي نصت عليها قانون النفط والغاز، وكذلك الدستور أن هنالك حصة للمحافظة من المنافع الاجتماعية. لا لا غير المنافع الاجتماعية، هو ما عنده شركة أصلا، شركة ما عنده. لا لا عذرا مو شركة، لكل محافظة سواء كانت فيها حقول نفطية بالدرجة الأولى من إنتاج هذه الحقول النفطية اللي يسمى البترودولار لمحافظات واحد، إن كانت لديها منافذ حدودية تأخذ من هذه المنافذ، هذا غير المنافع الاجتماعية. فكان عليها أن يطالب بحصة محافظة نينوى من البترودولار لما ينتجه هذا الحقل إن كان هنالك إنتاج حقيقي، هاي بالدرجة الأولى. طيب. ثانيا إذا انتقلنا إلى موضوع المنافع الاجتماعية، المنافع الاجتماعية يجب أن تكون هنالك منصوص عليها في العقد، أي بمعنى أنه عندما تعاقدت وزارة النفط مع شركة الأنغولية لنفترض على بناء مستشفى أو بناء عدة مدارس أو بناء أي خدمات أخرى أو قيام ببنى تحتية. طيب. فيجب على المحافظة أن تتابع مع وزارة النفط تنفيذ هذا العقد فيما يخص هذا البذ، أي بمعنى أنها تتابع ما يخصها من خدمات التي تفضلت جنابكم بما يخص المنافع الاجتماعية. إذ لم تكن هذه الشركة منفذة لها من 2009 ولحد الآن، فهذا من باب أولى يؤدي إلى فسخ العقد. الأخ المحافظ تحدث بالدبلوماسية وقال أنها متلكية، ولا أعرف شنو معنى متلكية. هو عقد ملزم لجانبين، وزارة النفط ممثلة الحكومة العراقية والشركة الأنغولية. طيب. فإذا أخل أحد المتعاقدين بما فرض عليه من التزامات فيما بينهم، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد وأن يطلب التعويض. فهي إما شركة نفذت التزاماتها ومن ضمنها المنافع الاجتماعية، أو أنها شركة لم تنفذ التزاماتها وبالتالي يفسخ العقد وينتهي. حتى على مستوى جانب نسبة العمل. نعم نعم، حتى على مستوى نسبة العمل أو منافع اجتماعية. بغض النظر إحنا نتكلم عن عقد بمجمله، إنتاجا وتطويرا ومنافع اجتماعية، هذا بالدرجة. قال أننا سنأتي بشركات أخرى، لا تستطيع المحافظة أن تأتي بشركات أخرى. قال سنؤسس شركة، ولا يستطيع المحافظة أن تؤسس شركة، وإنما هي وزارة النفط تؤسس شركة، لأن هذه الشركات ضمن وزارة تسمى بالوزارات السيادية، أي الوزارات الاتحادية التي من حق المحافظة أن تطلب. يعني لأنه يجب أن نتكلم بصيغة قانونية، أنه قانون المحافظات غير منتظمة بإقليم لعام 2008 قد حدد الصلاحيات المناطة بمجلس المحافظة وبالمحافظة. طيب. فكرة واضحة. أروح إلى موضوع نقل النفط من القيارة إلى البصرة، لكن أروح إلى فاصل ومن ثم نواصل. أرحب بكم مرة أخرى، وأرحب أيضا بضيفي أستاذ القانون العام صفاء الشمري. مرحبا بك وحياك الله في بعد التحري. أنا أخواني صفاء وضياء، فبين صفاء وضياء أخوكم إن شاء الله. حياك الله أخ عزيز. أرجع إلى موضوع نقل نفط القيارة من القيارة إلى آخر العراق البصرة ضمن عقد نسميه أنا عقد التوائي ما بين شركة نفط الشمال وشركة ناقلات النفط، وشركة ناقلات النفط عقدت مع شركة أهلية. خلي أجي أولا إلى اعتراض البرلمان العراقي وتحديدا لجنة النفط، قالت هذا العقد
بمخالفات، وجنابك اطلعت على هذه المخالفات، كيف تقيم ما تحدثت به لجنة النفط والغاز النيابية عن هذه النقاط تحديدا؟ ابتداء لكل عقد هدف. طيب، فبما أنني طلبت من الشركة الأنغولية بموجب جولة تراخيص أن تزيد الطاقة الإنتاجية، فبالتالي إما أن أعطيها لمصفى لدي لغرض تكريره وبالتالي سد حاجة السوق المحلي، أو أن أعلنه للتصدير. فبالتالي عندما تعقدت في 2009 كان المفروض أنه لدي زيادة في الإنتاج، فبالتالي يجب علي أن أحدد هذه الزيادة أين تذهب، إما للسوق المحلية تكريرا أو تصديرا. فبما أن لدي خط للتصدير اللي هو خط كركوك جيهان، فبالتالي من باب أولى أن يتم عملية التصدير بهذا الخط إن كانت لدي رؤية في جولة التراخيص، أتكلم في عام 2009. طيب، إن تكلمنا ما بعد 2020، واقع الحال، واقع الحال والمشاكل التي حدثت فيما يخص خط التصدير جيهان تركيا، كركوك جيهان في تركيا، فبالتالي عملية النقل النفط من حقل القيارة والنجمة إلى البصرة هي غير ذي جدوى اقتصادية، أي عملية نقله بالصهاريج. فبالتالي إما أنه الشركة الأنغولية قد قامت بالعمل بالشكل الصحيح وزيدت الطاقة الإنتاجية، فبالتالي أحتاج إلى تصريف هذه الطاقة الإنتاجية عن طريق تصديرها، فكان من باب أولى أن أتي بهذه المنتجات إلى مصفى بيجي الذي هو أقرب نقطة لتكرير النفط حتى يتم تكريره وبالتالي كمنتجات لسده الحجم السوق المحلي. وتعرف جنابك أنه يعني من حيث الأصل، من حيث الأصل العقد وفق ما حدثت به هو ما أقول باطل بس مخالفة قانونية. لا، هي مخالفة للجدوى الاقتصادية من عملية زيادة الانتاج. يعني أنا بال2009 لما تعاقدت كان علي أن أحسب حسابات أنه ستزيد الطاقة الانتاجية لحقل القيارة، فبالتالي أين أذهب بهذه الطاقة الزائدة؟ إما للسوق المحلية تكريرا أو تصديرا، أقرب مكان، أقرب مكان. فبما أنه لن نتحدث من 2009 إلى 2020 وإنما نتحدث في الوقت الحاضر، لدينا مصفى بيجي بعد إعادة تأهيله والسيد رئيس مجلس الوزراء افتتحها، ومصفى الشمال كذلك، فبالتالي 30 ألف طن اللي أنا مسوي عقد عليها حتى أجيبها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، من باب أولى نعطيها إلى مصفى. أرجع لهذا السؤال، السؤال العميق المعمق، من يحاسب من؟ إذا تقول جدوى اقتصادية ما بي، المفترض المسؤول الحكومي يقول هذا جدوى اقتصادية ما بي، ما يصير هذا العقد. زين، من يحاسب اللي أبرم هذا العقد وهو بدون جدوى اقتصادية؟ جنابك كنت متابع لسلسلة البرامج اللي جنابك في ما بتحري أي سلسلتها في متابعة حقل القيارة بالخص، أنه لو تلاحظ أنه حتى مدراء القانونية ومدراء النقل ومدراء التشغيل في شركة نفط الشمال قد أعدوا تقارير إلى الهيئة الإدارية في الشركة، أي مجلس إدارة الشركة والمدير العام، قالوا أن هذا العقد فيه مخالفات كثيرة. جمع مدير قانوني نفسه في موجودة، نعم موجودة في الوثائق الموجودة عند جنابكم. من شباب يعرضون مخالفات المقاول الثانوي حتى الدكتور يتحدث عن هاي المخالفات. نعم تفضل. من يحاسب من؟ بموجب الدستور العراقي لدينا مبدأ الفصل بين السلطات، أي هنالك سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية إضافة للهيئات المستقلة، فمن باب أولى أعتقد أن برنامجكم متابع من قبل الجهات الرقابية وفق مجساتنا، فأعتقد أن هيئة النزاهة الاتحادية ولجنة النزاهة البرلمانية الأستاذ زياد الجنابي وكذلك لجنة النفط والطاقة كما تفضل جنابكم عندما حدثت هذه المخالفات، لكن للأسف نلاحظ أن اللجنة بعد أن أجرت تحقيقاتها وثبتت المخالفات لم تتخذ إجراء بعرضها على رئاسة المجلس، وبالتالي اتخاذ إجراءات بمفاتحة رئاسة الاتحاد العام أو هيئة النزاهة أو حتى السلطة القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأنا سؤالي هنا، أنا اليوم عضو مجلس النواب وبالتالي سجلت مخالفة على عقد معين وقلت إن المخالفات 1 2 3 4 اللي هو شباب يعرضون طلب تريث عقد لجنة من قبل لجنة النفط والغاز النيابية، هسه هذا أمامك بالجو، هذا من قبل لجنة النفط والغاز النيابية بمجلس النواب يتحدثون يخاطبون السيد وزير النفط وعلى وفق نقاط متعددة، بس هذه النقاط وفق هاي المخالفات غير المفترض إذا أني اقتنعت إنه ماكو مخالفات أو أني اقتنعت على أنه الموضوع ما صار بيه فد مخالفة قانونية غير أوضح؟ ماكو لا توضيح لا شيء، هاش يسميه قانونية. حقيقة أنا استغربت من التوقف الإجراءات وضعف الإجراءات في متابعتها من قبل اللجنة الفرعية في لجنة النفط والطاقة النيابية. طيب، بالأخص السيد النائب رئيس اللجنة هيبة الحلبوسي عندما فاتح وزارة النفط يجب أن يتابع ما هي إجراءات وزارة النفط، فإن اتخذت إجراءات
فكان بها وفق المعطيات التي توضحت لهذه اللجنة، أو محاسبة الوزير لتقصيره في أداء عمله سواء بالسؤال أو المساءلة أو الاستجواب وتصل الحد إلى حد القانون. قانون الكتاب هذا 21/2/2023، نعم، يعني تقريبا صار أكثر من سنة. تمام، هذا أقول عدم المتابعة بجدية حقيقية تؤدي بنا إلى شكوك أن اللجنة بعد أن اتخذت، بعد أن تحققت وتيقنت بوجود هذه المخالفات، لماذا لم تتابع هذه المخالفات؟ هي أجرت تحقيقاتها وفاتحت الوزارة، فإما عليها أن تتخذ الإجراءات بموجب سلطاتها الرقابية ضد السلطة التنفيذية ممثلة بوزير النفط، طيب، أو أن تتجه باتجاه رفع الإجراءات إلى الجهات الرقابية كهيئة النزاهة والقضاء بمفاتحة رئاسة الادعاء العام باعتبارهم أنهم سلطة يملكون حق الرقابة في متابعة المال العام ومن ضمنها العقود التي تبرم من قبل الوزارات. طيب، هو أصل الموضوع تعاقد شركة ناقلات أو شركة نفط الشمال مع شركة ناقلات النفط البحرية، وتم نقل النفط برا عن طريق التعاقد مع مقاول ثانوي اللي هي شركة أهلية. حسب حديثهم هسوفق يعني صياغة مجلس النواب لجنة النفط والغاز النيابية، تقول عدم استكمال الشروط المطلوبة في المادة 3/7 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، اللي هي تقصد بها تنفيذ العقود التنفيذ مباشر، مو صحيح؟ احنا عندنا تعرف جنابك تعليمات رقم 2 لسنة 2014، تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، طيب، اللي قالت انه في حالة ابرام عقد يجب ان يكون باحدى الصيغ اللي هي المناقصة والمزايدة او الدعوة المباشرة للدعوة الاحتكارية، والثانية طلب تنفيذ مباشر. بالضبط، لا هي مو طلب تنفيذ، وانما تنفيذ من قبل الجهة مباشرة، مباشرة. هاي الجهة المفترض تنفذ وفق القانون، يعني أنا من حقي كرئيس وزراء أعطي استثناء إلى وزير النفط وأقول له أدعو الشركة الفلانية، لو هاي الشركة لازم بها مواصفات معينة تؤهلها إلى التعاقد مع الوزارة المعينة لغرض إنجاز مشروع معين. قلتها سابقا، كل الاستثناءات التي يعطيها مجلس الوزراء عن التعليمات الحكومية هي مخالفة للتعليمات الحكومية. أه، لأنه أنا عندي إطار قانوني، لماذا أعطي الاستثناء؟ التعليمات أصلا أعطتني فسحة من الحركة وقالت أنه في الدعوات المباشرة يجب أن تنحصر في 3 إلى 6 دعوات، بل أن الجهات الاحتكارية من حقي أن أتعاقد عليها معها بشكل مباشر استثناء من التعليمات. إذا أجينا إلى شركة ناقلات النفط، هي شركة ناقلات النفط بحرية وليست برية، فبالتالي لا تمتلك القدرة في عملية التعاقد مع شركة النفط. ولاحظنا أنه عن شركة النفط الشمال عندما تعاقدت مع شركة ناقلات النفط اضطرت إلى أنه شركة ناقلات النفط أن تتعاقد مع شركة خاصة تملك حوضيات النقل حتى تصل بالنفط الخام من حقل القيارة إلى الناقلات، إلى موانئ التصدير حتى تقوم بنقلها. بحد ذاتها التعاقد مع شركة غير متخصصة هي مخالفة للقانون، بل أن اللجنة قد أشرت أنها قد خالفت حتى التوجيهات الحكومية. بمعنى أن لا أستطيع أن أتعاقد مع شركة حكومية دون طيب أن تكون متخصصة. واضحة قضية ما بعد هذا النقل صار عمليات تهريب. شباب عرضونا أحد يعني الشهود يتحدثوا عن عمليات تهريب، ثم أرجع بالحديث عن هذا الموضوع مع جنابك. أنت وصلت للميناء البصرة، شو تسوي هناك؟ هو رحنا هناك، وصلت هناك، وصلنا فرغوا مثلا نص الغاز. نفس الميناء يفرغون نفس مكان ثاني؟ لا، هو نفس الميناء عندهم مكان هم، ايه، ها، هي منطقة لهم خاصة. شو اسم هاي المنطقة؟ اسمها الجزيزة. الجزيزة، الجزيزة. اعطيتهم نص؟ اعطيتهم نص. والحمولة مالتك نفسها وين توديها؟ جبتها من القيارة، وين توديها؟ الحمولة من القيارة؟ ايه، وديتها البصرة؟ اي، داوروها رتبوها، مثلا وين طوني محوري انطلق وين؟ مثلا قالوا الموصل، رحت الموصل. زي والبصرة ما سلمهم اهل الميناء؟ ما سلمهم. ليش هاي؟ متفقوا يا بعيناني مسلمة. هذا التهريب مهما كانت المسميات، مهما كانت العناوين، بالنهاية وجود تعاقد، والتعاقد تسبب او كان السبب بوجود عمليات التهريب وفق القانون، انه احنا طلع عندنا تهريب من مشروع معين او من تعاقد معين. هل بامكان الحكومه العراقيه، لجنه النزاهه النيابيه، هيئه النزاهه، النزاهه العليا توقف على هذا الموضوع باعتبار يوم اكو شاهد يتحدث؟ طبعا هو يعني هذا ابتداء يكون اخبارا الى
الادعاء العام او هيئه النزاهه او حتى لجنه النزاهه النيابيه. والاعلام واضح هسه هذا اخبار عام. هذا اخبار عام، فبالتالي يجب ان تتقصى هذه الجهات عن الـ هذا الخبر وتتحقق من شبهه الادعاء بوجود هذا التهريب. ارجع واقول ان مجرد نقل المنتجات بالصهاريج هي عملية خطرة، سواء باستهلاك البنى التحتية أو عملية السيطرة، لأن تذكر جنابك أنه العملية اكتشافها أنها تهريب النفط اللي كانت تقوم بنداءات من جهات أمنية كانت عليا في الحكومة السابقة، في الحكومة حكومة الكاظمي، لاحظنا أنها كلها كانت تتم عن طريق الصهاريج باتباعها. العملية بسيطة بكل حد ذاتها، المنتج خرج من حقل القيارة ب حجم 30,000 طن. يجب عليه شركة سوما باعتبار هي الشركة المسؤولة عن عملية تصدير النفط أن تقوم بضخ هذه المنتج من خزاناتها في ميناء البصرة بمسماها العمية أو الميناء مقصر إلى ناقلات شركة ناقلات ب 30,000 طن مع نسبة الضياعات الموجودة الزيادة. فإذا وصل المنتوج هنا 20 فظاهر أنه عندي 10 يجب أن أتحقق من عندها، سواء كانت الشركة الخاصة أتحقق منها أو شركات الإنتاج الأنغولية. واضحة. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ القانون العام صفاء الشمري، شكرا جزيلا. شكرا لك. فاصل ومن ثم نواصل. قصة من قديم الزمان لعبرة في حاضر الأيام. يحكى أن رجلا ضربته عجلة مسرعة فأسرع به الخيرون إلى المشفى، فأبلغه الطبيب وهو بشدة ألمه أن أحد كليتيه تنزف ويجب استئصالها، فقال افعلوا ما تشاءون. وبعد شفائه قال له الطبيب هل تسمع عن القضاء والقدر؟ قال أجل، لكنني خسرت الكثير. قال الطبيب ونحن نجري لك العملية وجدنا نشاطا سرطانيا، ولولا استئصال كليتك لكانت حياتك هي الثمن. فقال هل تقصد أن العجلة التي ضربتني منحتني الحياة ثانية؟ قال الطبيب تخيل أنه قضاء وقدر. فالعبرة هنا، لو علم العبد كيف يدبر الله له أموره لعلم يقينا أنه أرحم به من أمه وأبيه. بعد التحري انتهى، إلى اللقاء.